مساء الخير. حسب تقارير الحفلات للمعهد الموسيقي لم تكن هناك كلمات إلقاء أبدا. الموسيقى رقصة، والموسيقى خير من الكلام. بس في هذه الأمسية مضطر أن أتكلم بعض الأمور لتفسير بعض الأمور الموسيقية، فعذرا دقائق قليلة فقط. سيادة الدكتور مصطفى ميرو محافظ حلب الموقر، أيها الحفل الكريم والأساتذة والقنصل المحترم والدكتور عبد المعين، أحييكم وأشكركم على حضوركم في هذه الأمسية الموسيقية والتي يحييها أوركسترا المعهد العربي للموسيقى بحلب. برنامجنا هذه الليلة يتألف من ثلاث شرائح. الأولى موسيقى عربية تقليدية، سماعي محيى جميل بشير، لونكا شهناز أدهم أفندي. وقالب فورم هذين العملين هو فورم الروندو، أي الدائري، يعني آبي آجيو آداب إلى آخره. هذا القالب يفتح المجال أمام المؤلف الموسيقي بالتوسع في أفكاره الموسيقية. الشريحة الثانية أغنيتين من أعمال الرحالة، قديش كان في ناس كفاية عليك، تؤدى بأسلوب أوركسترالي بحت آلي غير كذلك. أما الشريحة الثالثة فهي حوار ثنائي بين آلة الكمان والتشيلو في مقام الحجاز، وحوار العود المنفرد مع أوركسترا الوتري. قالب هذين العملين هو قالب فورم السوناتا، يعني صيغة مفتوحة للحوارات والتفاعلات والتحولات بأسلوب درامي متعدد الأشكال. هذه النماذج الثلاثة سوف تبين لنا مدى تطور الموسيقى العربية الآلية خلال 50 سنة. صحيح أن الموسيقى العربية بحاجة إلى دراسة وأبحاث كثيرة وتركيز، لكن ليس معنى هذا أن الموسيقى العربية لا تصلح أن تكون من وساط موسيقات العالم من حيث التعبير والعمق. الموسيقى العربية وفي تراكماتها التراثية بألوانها المتعددة الفنية تملك مضامين وأفكار حسية موسيقية هائلة ورائعة، ولكن يبقى من الذي يبحث عن هذه المضامين والأفكار ليصيغها من جديد مع فكر جديد؟ الموسيقيون الفنانون هم المسؤولون عن ذلك، وعليهم العمل والبحث للوصول إلى إبداعات أكثر وأكثر. في أمسيتنا هذه نقدم إليكم بعض من تجاربنا في هذا المجال. الأول حوار ثنائي الكمان والتشيلو، الثاني محاولة عود منفرد مع الأوركسترا الوطني، والعمل الثاني أي العود المنفرد ألفته بين عامي 82-83 وعزمه للمرة الأولى الأستاذ محمد قلبي دلال مع الثلاثي الوطني لعدم وجود أوركسترا آنذاك. له مني للأستاذ محمد قلبي دلال تحية ذكرى وحب خلال أعمالنا المشتركة السابقة. وليس مبيض عازف الكمان الصنوف الثنائي، خريج المعهد العربي ومدرس آلة الكمان منذ عدة سنوات. فادي اسكندر مدرس آلة الكمان في المعهد ومتخرج منه منذ سنوات، قام بتوزيع الأغنيتين للرحال. موسى إلياس عازف العود المنفرد، درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى بدمشق، ثم تابع دراسته في معاهد بيروت، وهو حاليا مدرس لآلة العود في المعهد العربي بحلب. جورج هيرا ليديان متخرج من المعهد للموسيقى بحلب، آلة تشيلو، وعازف الأوركسترا السيمفوني الوطني بدمشق. يقوم بقيادة الأعمال الموسيقية في أمسيتنا هذه. في هذه المناسبة أود أن أقدم شكرنا مدرسو وإداريو المعهد للسيدة الدكتورة الوزيرة نجاح العطار لاهتمامها بالمعهد والموسيقى العربية، كما أشكر الأستاذ صبحي فؤاد عميد المعهد العالي لاهتمامه ورعايته للمعهد العربي بحلب، ولكم جزيل الشكر. ونأمل أن هذه الفرقة التي تعتبر نواة لفرقة موسيقية في حلب أن تكون في المستقبل في اهتمامكم وفي ترتيب البرامج المستقبلية، وشكرا لكم.
في الثنائي تشيلو والكمان في البداية حتى تفكير الأوركسترا ما يتهمط معنا شوي.
وعزيزي الناس تعتمد على القوى والدم بتاع الشباب والقسمه والعمر
الوصول الى اجواء الباحث الذي تطور وعنوان هذا العام أول مرة كتبت صحيح الميلاد مع سلاسل في عدم الاستئذان ثم بعد سنوات طويلة في معهد منذ الحلقة الموسيقية الحجرة التقليدية وشباب الإنسان جاكين شهرين والله كثر خير الشباب الاساتذه والشباب الخريجين لنفوس الاقطاع العربيه المحتمله تقدم جهدهم وقدموا لهم اكثر من التمارين. طبعا نحن نحتاج الى اكثر جهد من اداء واكثر اتقان اليوم بعد عشر سنوات نقدر نوصل الى مركز ضيف الفرقه نموذجيه. هذا في نفس الوقت ايفون شو هالفيديو؟ طلع لعندك بس هتصور صورتين لانه واحده منهم ثلاثه تصور ثلاثه والزمان بقى خلوكم يلا شباب يلا استاذ موسى طلعنا واحد اثنين كمان يلا واحده من الاحمر هذا سمير شيل هذا احمر جهاز الصوت انا جهاز جهاز خليكم شوي شباب